شكرا وكي طبعا يتضبط كمدة من شرح العقيدة الأسبانية وحين كسو جري أصل كديرا كساب سنة أفعاش إلهي فللك إلهي أصميه حكمة يوجد ونعكسنا وكرينا أصميه كحران إلهي قدرة دي سيما شيئا سعودي أفعاش مركة لازمة أهيد أيوة أدلة دي أحاديث صور شرحي وأما الأفعال المتعدية إن يعني نكون استغنيبا أما لينيا أفعال شو مركب ولا بقى يبوت فلك آدمه الصميم أما نوره الصميم هي أفعال شو ربي سبحانه وتعالى اللوين روى الله بقى يبوت فعل متعدية وبمعنى وفل وحقد الله ليا أثر إيراد بقى المخلوق بقى الله ليا سيدا فعل كخلقه الرزق إحياء إماتة إعطاء إلهي سبحانه وتعالى وحبوب بحشاء بحياء الضونك وحسيين هذا وحسيين بموقني أحد بو أبو ريا مخلوق بموقني أحد بو إلهي سبحانه وتعالى نفتك قاضي ميتك بموقني شيئا نولين بإله النول سبحانه وتعالى قليني ونولاني أفعاش النوع عسى الأفعال المتعدية يا ليل هذا أفعاش اللازمة ده وفعل كمتعدية وحلوقة شيء ده وفل وكذا شو مفعول أثر إيراد بكذا شاء أفعاش اللازمة ده وحلوقة شيء ده وأفعاش يفعل كرب سبحانه وتعالى أوصم إن لهين فل كب حسن إلهي سبحانه وتعالى إيراد كب حسن إلهي إذا تريس كب حسن الله يبارك شيء زيدا فعل الاستواء النزول الاتيان المجيء الى اخره هل ايضو كلي يربي سبحانه وتعالى كوروريو كوكيني الافعال المتعديه واللازمه معا والذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش خلق السماوات والارض ومحوا فعله متعدقها الا خلق مخلوق باكدرني ثم استوى على العرش نواه فعلك اللازم كاها إذا تي إلهي كقوم هاي وافلوا إلهي سبحانه وتعالى أوسمي مركا لبضى فعل بقى الفعل اللازم والمتعدي كلاهما ومن أفعال الرب ربي بلغوت المامية ربي بيكوكوما هايان إلهي نواكوت المامية هاي سيدا سينا سلف قبان بغوا بأجمع ذو سوقوري خلال باكه الله دارين باكه الله الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد وكه الله بل اجمع بسوقوري ان الخلق والمخلوق وشيئان كالدون عند اصحاب الحديث واهل السنه والجماعه ويجي مركا نفس الشيء سدا ان لو كلا قاوا طريقه السلف الصالح افعاش مركا متعديه هيت ايو رب هذا ادله دي انه تلمام الشيخ رحمه الله تعالى عليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما أفعاله المتعدية إلى المفعول به الحادثة وذكرها في القرآن العزيز فكثير جدا كقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقوله تعالى فسنيسره لليسرى فسنيسره للعسرى وقوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وقوله تعالى من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقوله تعالى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم
خلقاً آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وقوله تعالى: أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وقوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. وقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ومثل هذا كثير في القرآن، والاحتجاج به ظاهر على قول الجمهور الذين يجعلون الخلق غير المخلوق وهو الصواب، فإن الذين يقولون الخلق هو المخلوق قولهم فاسد، وقد بين فساده في غير هذا الموضع. وشبهتهم أنه لو كان غيره لكان إن كان قديما لزم قدم المخلوق، وإن كان محدثا احتاج إلى خلق آخر فلزم التسلسل، وإن كان قائما به فيكون محلا للحوادث. وقد أجابهم الناس عن هذا كل قوم بجواب يبين فساد قولهم، فطائفة منعت قدم المخلوق كالإرادة فإنهم سلموا أنها قديمة مع حدوث المراد، وطائفة منعت قيامه به وقالت لا يقوم به الخلق فلا يكون محلا للحوادث. فإذا قالوا إن الخلق هو المخلوق ولا يقوم به فلن يجوز أن يكون غير المخلوق ولا يقوم به أولى. وطائفة قالت لا نسلم أنه إذا افتقر المخلوق المنفصل إلى خلق أن يفتقر ما يقوم به من الخلق إلى خلق آخر، بل يكفي فيه القدرة والمشيئة. فإنكم إذا جوزتم وجود الحادث الذي يبينه بمجرد القدرة والمشيئة فوجود ما لا يبينه بهما أولى بالجواز، وهؤلاء وغيرهم يمانعونهم في قيام الحوادث به. وطائفة منعت امتناع التسلسل في الآثار والأفعال، وقالت إنما يمتنع في الفاعلين لا في الفعل كما قد بسط في موضع آخر. نعم. الكان شيخ حكشي طوائفتي أهل القبلة نول بنذر يدو كقب مسألة الخلق والمخلوق أفر طائف شيخ الشيخي أفر طائف أي الشيخي إن لك لفهمنا ومهم جدا وهي آيات كي بنائي وشيخ سود ريري وحيتو سيين إلهي سبحانه وتعالى إنه فعل يفلي يهي أي كدلت آثار متعدية ومخلوقة هي عيان قائمة بنفسها منفصلة عن الله سبحانه وتعالى وحادثة بعد أن لم تكن بآيات قرآنكو كبرنا يعني انت احاديث مرك اوجد بين ايو حق احجلي شيخ استطرادا. ومثل هذا كثيرا في القران والاحتجاج به ظاهر على قول الجمهور الذين يجعلون الخلق غير المخلوق هو الصواب، فان الذين يقولون الخلق هو المخلوق لا طائفه الى هذا الخلق هو المخلوق اهل القبله لا طائفه الى هذا اشاعره كلابيه اشاعره هي جمهور المعتزله مذو البوحيد الخلق هو المخلوق، لكن نو البوجد وكله يقول وتكله كد وانبو كله أشاعر مرك يقولين يقول لابيض الخلق هو المخلوق والمخلوق هو الخلق وإن كلا قدن أي ديدي وحي ربا إن إذا هذان أفعال العباد ومخلوقة لله بالإجماع أفعال العباد ومخلوقة لله بالإجماع ومكان كهلين نجينا أهل السنة هي كلابية ذا يا شاعر ذو تاوسكوا فخسين، لكن
أهل السنة وحيليهن دونك فعل كأسجا إسكالي دونك فلك أسجا سميني أسجا سميني حقيقة لا مجازا. أما الأشاعرة ما دام دين خلق دين مخلوق وإسكمت صدق الوحي قبان فعل كمفعولك وإسكمت فالكو يوح كذا شيء واسكمت أبو ردو يوح كذا شيء واسكمت بيتاجين مرة ضيدا مركا الخلق هو المخلوق سدوك لا يقبان الفعل هو المفعول بحق سبودي حق أن آتري أفعال العباد ومخلوقة لله رب العالمين آتري حق سبودي فالك أضونك وصمينا ينا وفعل الرب فالك أضونك وصمينا وفعل الرب لأن الفعل هو المفعول والمفعول هو الفعل والخلق هو المخلوق والمخلوق هو الخلق سيدا هذا قبتين كل بي أشاعره فعل كن أويا مخلوق لله سبحانه وتعالى فعل العبد أظن كحو الصميني أيو كسب كشي هدوية هاي مخلوق لله خلقي مخلوق اسكو مدى هاي محاك صباح وحو البو أظن كو الصميني ومحي ومخلوق لله ومفعول لله فعلكم هو فعل ربي وخلق ربي ومخلوقه وحرم واسكمت إذن وحاكسه بدل لا فاعل لا فاعل إلا الله ما يسمعنا لا فاعل إلا الله أدون كوح الصمين أم حمانا أم الصمانا رمان وفال إلهي وفال ربي مركو حال لازمي هدو فالكو إلهي إليه هاي والله الصمين سدو الله خلقه وكاله أدون كم حال وعذاب هاي صلاة دادي يصون كادي يزنا دادي يحمان تادي يبين تادي يفسق قادي هذو رب السميع وفاعلك الله يهي حقيقة سدو خالقه هو يهي حقيقة ويهي وفعل مفعول سمديهن خلق مخلوق سمديهن الضوء ماذا محلو عذابي محلو أبا المرنية إذن تجوير إلى ظلم الإله اللازمي على أصوله مكلا فيري إن أثفان تمر ما يمشى يدار بس لما مركا يقول ربان مركا الخلق هو المخلوق حقا يصعد وحي أصعد إن يجد هذان الضوم الله إذا فلك أبوري إلهنا خالق ما أبي كرن لنا لبا الله فذي أسكم إذا الله إطلاقين والبنو كرن لنا نظرية إيا مذهب كدوا كيكال أشعار يمركو كيلا الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق عين المخلوق محاك سبودي لا خالق إلا الله ولا فاعل إلا الله الضمضون أفعال ملا حقيقة إنما تنصب إليهم الأفعال مجازا لا على سبيل الحقيقة محايا لأن الفاعل حقيقة هو الله عندهم فلازمهم تظليم الرب وتجويره وأنه فاعل لا خالق فرق بين الخالق والفاعل وأنه فاعل للقبائح والشنائع إله سبحانه وتعالى وهل لازمني منا كبت بذلك لزوم كاس أي واحد فانت وركوه ما يجي معزله وحيقول أنا الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول نفس الشيء جمهور المعتزلة هذا بقى أهل السنة محاطين هذين وحاطين هذين أدون كو أسقى فعل كالسميني حقيقة أسقى السميني إلينا وحاطين هذا وخالق لأفعال العباد إذن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق أدون كفلك السمينية معنه ذو حاوى أسقى أبورا يديهم جزلو لأو مكلا صعود موقتا أيو الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول إذن هدو أدون كفاعلية هاي نمان كنا صفاتي أهل السنة كلابي وحرم بأما فاعل حقيقة هنقضو عند أهل السنة أو فاعل مجاز عند الكلابية والأشعرية هنقضو مر مغلاتين إنو أدون كفاعل لفعل حقيقة هي. هذا اللي يحيدنا هذا وخالق لفعله حقيقة لماذا؟ لأن الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول هذا مخلوق للرب يا أدونك فعل كسورا مخلوق للرب يا هاي أدونك هو فاعل يا هاي لا فرق بين الفاعل والخالق ولا فرق بين الفعل والخلق إذن محيد هذا فالعباد خالقون لأفعالهم هذا بإلهي ما أبوره أفعال العباد بكل لازمين أيونا نول بماش وصعد وقرتين بيلطاي وركا مركب فاسد كأ
مسألة مركة وحي وخضوع عيسى أهل القلة وحي اسكو خلافين فعل كالخلق والإحداث والتكوين صدح هذا في علبة بس وكب اللابات الخلق والإحداث والتكوين صدح هذا في علبة مسألة وكب اللابات وأنا أصل كوينات وتقانين الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله وقدرته بكب اللابان عيسى إذن فعل كخلق وأبو ردا إحداثك إلهي وحسود الرسية على الله يحدث بعد ذلك أمرا إن الله قد أحدث من أمره ما شاء إيو تكوينك كن فيكون أفعاش التكوين الإحداث الخلق مصفات فعلية تقوم بالله بام مسمية يخلافك قبل وضعي يدقالك مركة ماذا بستلف سلع وامحي وإن لك لقاضه إحداثك إيو محدث كوانك لقاضينا خلقي وحنك لقاضينا مخلوق فعلك إيو مفعولك تكوينك إيه مكونك وكل دوينه من هو فعل الرب من هو مفعوله وفلك يسفد الرب وحكرنا شو أثر روي ومنفصل باين عن الله سبحانه وتعالى أضوه هذا قول إذا مركا قطيسة يسود صمينيس فلك آت صميسية كوينت هذه مصابيرتي هاوش إنجينير نبدي وحد ودي وفل أضوه آت صميس محاك صبحي قولي شان طبقة تاغن فالك هذه يقولوا كل دوين هذه فاعل كجوني بدو تاجن تاو هوش نسميه فالك هذا نم حكر دشي قرر أنا كر دشي مساعد كان يمكن إيش هذا ما أنت متشوق أسوي فاعل بوها اسمه نوام حوا فعل كي فالك يدعى ذوي محك صبحي مساعد تاجن باك صبحي سلاسة أكل قانت هذا هو الموافق للفطرة والعقل والشرع مركة واللغة هل كاس هوش أكون ماتي وليها مركان أسوكي بن أبو قيبي وشبهتهم أنه لو كان غيره لكان إن كان قديما لازم قدم المخلوق وإن كان محدثا احتاج إلى خلق آخر فلازم التسلسل وإن كان قائما به فيكون محلا للحوادث مثلا أثبات الاختيارية بحث قون وشوخ كولا هاي رسالة كتاب كيس جامع الرسائل ك لا بضم بكرة جامع بيان وتلبيس الجهمية درء مجموع الفتاوى لكن رسالة خاصة ومسألة الصفات الاختيارية اللي إذا كترت جمع الرسائل مجلد كلابات صبح الله لباتني كوبات بل رسالة مجلد كاسة كب اللوضة وكب اللوضة لكن بحثة بقوف في عال كاسة كترة كفيرية دمبلة قد أجابهم الناس عن هذا قليها ولو جواب كل قوم بجواب يبين فساد قولهم أي على أسلي با يكون قدرا ضائفة كستا أصل كذا يدو كدو ليس يكجوابين شبهدي قليه قبي الخلق هو المخلوق طائفة كوبادة بالله بالشيخ فطائفة منعت وحيدي دي قدم المخلوق قدم المخلوق وميش وسط أو كوكب تيبا صحة فلعله سقط وإن كان الخلق قديما واسري طائفة انقبته قليه وحيدة هذين إلهي فلكي سمح كردش مخلوق مخلوقات كان عرش يكرسي يسماوات يعري الرلبة كمدين بناد كمدية هاي قديم ماها وحادث الله أبوري منع وحيد يدي قدم المخلوق مخلوقا وحادث بيدهم بعد أن لم يكن بيميد أسو قديم أزل أماها فقد أصابوا في ذلك صحوا ويتاس وحال صعد مركب وإن كان الخلق قديما لكن فلك إلهي يعيد وهوشن كسمه وفعل قديمة ما حتكون مثلشين كالإرادة كالإرادة واليوم حيقبان الخلق وكالإرادة المراد وحادث مخلوق والإرادة وقديمة أزلية قبان وطائفة طائفة كالإرادة فإنهم سلموا أنها قديمة مع حدوث المراد يا سلمي وأشاعري كل بي وحيث اللنزين إرادة الرب وصفة ذاتية قديمة أزلية قبان مرادات قبطان لكن مراداتك الربي حل بإله الدنيا إما تأدونك شيء الرب الدوني مراداتك سيئة وحادثه وشيء دعها يا قيام سصعوني وجنان النعيم كذبا إسبدله يصعوني إذن الإرادة قديمة أزلية والمراد ومخلوق حادث سيدوك لكم وحيدة هذين الخلقنا وقديم أزلي كالإرادة والمخلوقنا وحادث غير قديم طيب فضل هالكاس أي هوش الله مريان طيب
رأيك مركا هذا وكوشة وكب اللعبة وحاقبة أكثر الحنفي طائفة وكوشة فطائفة منعت قدم المخلوق وإن كان الخلق قديما كالإرادة فالإرادة قديمة أزلية وإن كان المراد حادثا مخلوقا إذن من كيدي مركا خلقه وقديم وحيكعررين أصل كود باطل كائن لألا تقوم بالله الحوادث قدم كحيود أسر هذين أيان وحكى عن ريان صفة حادث متجدد الآحاد أين إله كنت فل يتعلق بمشيئة الله وقدرته بالديدين إذن الخلق وقديم أزلي كقدم صفة العلم والحياة والقدرة إلى آخره القاس إلا مرين مثال كان صدق أشاعره ثم قبطان بيدان الإلزاميين إذن كبا إن إرادة ربي أيتي قديمة أزلية ها مراد كنا مرادات كنا وكالمخلوقات وحادثة غير قديمة نفس الشيء بيدان وحاق وصدى أيضا أكثر الحنفية وحاق لكتل الطوائف من المالكية والشافعية والحنابلة ورأي ابن عقيل يا جماعة قبا مركة أيوه مالكية الشافعية حنابلة ووافقي أكثر الحنفية وافقي رأيك سواد فانتين بلطي وحوك وجهدان قل يا ورقض وام حي وحي أن نقول في الخلق والمخلوق ما أنتم تقولون في الإرادة والمراد ماذا سعنا بسم الله إعلان توقنا ضائفة ورقض وام حي خلق وصفة قديمة وحاليهين إلزام قد وام حي أنه وحان لنا هدان حنفيانها يوحنا وافقي نقول يا معشر الكلابية والأشعرية نقول في الخلق والمخلوق ما أنتم تقولون في الإرادة والمراد فالإرادة قديمة أزلية عندكم والمراد مخلوق حادث كذلك نقول الخلق وقديم أزلي قائم بذات الله والمخلوق حادث منفصل عن الله إذن صفة الخلق صفة ذاتية لا تتعلق بمشيئة الله وقدرته كصفة الحياة والعلم والقدرة إلى آخره هل كاسي الله مارين رأي كاسي نتفانتين بلتا والرأي باطل باطل كويا يعني مخلوق كنيا أسلم كنيا باطل كنيا نتفانتين زمن ربا باطل كويا أنا خلقي يتجدد تجدد صفة الله سبحانه الخلق يتجدد صفة ذاتية يعني وليس صفة غير تجدد في الأحد الثورة ويس وقد ندريد وقت كانت لكن هنا صفة عنه عبرتان ربا وقوع الخلق خلق ينسى المرة بإله سبحانه وتعالى الخلق صفة قديمة ذاتية أزلية هذين نقطه شيء والبو كران له وإنه قديم الزلئة لأن العلة التامة لا يتقر عنها معلولها وإن أدبانتان فساد كتيرة هذا ترى الصفة هو صفة قديمة أزلية وأنا صفة مؤثرة صوما صفة مؤثرة وعلة تامة فلسفة دي صوما رتال ربانا تقبها بساد أنا من كان أيها قاعد أحفر دي مركا أدنين أدبانتان ربانا أترى هذا قال بقول يقول شو رجعون إيه كان سير رقم فرد شو يقول لازم ويل وعاتر صفات صفات وعاتر وصفة صفات كرب صفات قواصد حقيقة ورث هذا بقى الصفات أما بين آدم كنت على الغضو أما الله كنت قواصد حقيقة صفة حقيقية لا تتعلق بشيء كالسواد والبياض كالسواد والبياض وصفة حقيقية لا تعلق بشيء وان إضافة لهين إيو صفة حقيقية لها تعلق مداسي صفة حقيقية لها تعلق باللبا نقطة تعلق تأثير يلا تعلق غير مؤثر صفة حقيقية يلا تعلق من غير التأثير وكصفة الحياة والعلم صفة الحياة والعلم وصفة حقيقية إضافية معها اعتبارات ذهنية معها وصفة كق ما يسمى وصفك ومعنى قائم بالله سبحانه وتعالى الحياة والعلم
لكن إضافة إليه تتعلق بغيرها العلم له معلوم. فهمت بلا طيب ولا يؤثر، لكن هي صفة حقيقية لها مؤثرة كصفة القدرة والخلق والخلق والتكوين. وحين هذا قال لنا صفة أنوي صفة صدح وصفة إضافية غير حقيقية وصفة كأنتق أن قبل يدي بعد يدي إيه يمنض إيه سرد إيه فوق يدي تحت يدي إيه وامحي وصفات إضافية صفات إضافية غير حقيقية. صفات كلا وضع قيمة ليس حقيقية هي إضافية. إضافية هو كالقبلية والبعدية واليمنة واليسرة إلى آخره والقدم وهولهاس وإسفانة إلى تاي لأنه حقيقي معها شيء. روح هذا ميدك تكاها محسوب بدل إياه بدح بيح هذا حسوب بدل إياه ميدك. إذن وصفة إضافية غير حقيقية. صفات حقيقة وإمو صفة حقيقية عن إضافة لهين كسوادي والبياض صفة حقيقية إضافة له إضافة الله بين نقول إيسا تأثيري غير مؤثرة. صفاتك غير مؤثرة محكم إذها العلم. صفاتك مؤثرة هذه محكم إذها القدرة والخلق إمام مركة. هذا ترى مركة صفة الخلق وصفة قديمة أزلية وأنا صفة مؤثرة أثر كذا مكارك على شيخ محمد حقيقة على شيخ محمد ما كانين ما كانين هذا وحاتني صفة صفة الخلق إنما كما رأينا النقاش صفة الخلق وصفة مؤثرات لا تعلق بمشيئة الله وقدرة باطل أجاك عقبة محمد اسكوها النبا بحث كسو انت وما هاي محمد وإنبا إلهي صفة الخلق وصفة أزلية قديمة. ندري هذا كدو المحارب بين الله كدو على اللسان الأشعر الكلابية. هذا مو حتقول الله إذا تتقمص شخصية أشعري كلابي مس أباقر وأنبا تقول الله إذا أرتم كل فهم. وحن قال إنه وين التقمص أشعري كلابي صفة الخلق وصفة قديمة أزلية لا تعلق بمشيئة الله وقدرته عندهم. إذن محل لازم يركع على أصولهم بالربا. إنه أزلي آثارته نكهة كريم وحابت بهذا يمرك قبطه صفة الخلق وصفة ذاتية وقديمة النوع حاث الآحاد أفراد إما شهد أبور كذو وحكو خطلو عيسى بمشيئة الله وقدرة وحكمة الله ورئيسة ما كسب بالبالي لكن مركا ماشي كشرت القدرة والمشيئة تعلق ماشي كسرته حقا نآتر هذا صفة الخلق والإيجاد وصفة قديمة أزلية. إذن صفته وصفة مؤثرة لها آثار مشي أي قدرة ما نكون حرين وحواجب أن نأخذ علة تامة لا يتغر عنها معلولها. مرك إذا الفساد كذب فأنتم مرة بعضانية بحث كنا تسيق عشان مرة وهايها رأي مرك طائفة اللبات الطائفة الثانية ومنعت قيامه بالله حيث تقول لها منعت قيامه أي قيام الخلق به بالله سبحانه وتعالى وحي ضعيف المرك أي وحي قبان الخلق ليس هو المخلوق كور محي قبل الخلق هو المخلوق بقبل الخلق هو المخلوق أي قبل لكن وحي أنديد كلية الخلق هو قديم بينهن مخلوقنا قديم معها كلا فهم فرقه ضعيف ذكوبات أكثر الحنفية وجماعات من المالكية والشافعي والحنابلة الخلق هو المخلوق بيقبين لكن الخلق قديم أزلي ذاتي والمخلوق هو غير قديم مركل يسوى فجينا وحي إرادين وحي إذن كان إرادة كغا جوابتين بانقونا كغا جوابين الخلق يا مخلوق كغا جوابين ضائفة لبعض محي قبان وحي قبان الخلق ليس هو المخلوق ضائفة لنا هرمانا رجل تحيي مراد كان أول جواب سيكون الخلق هو المخلوق أساس كلهم بقى. مرة ضيع وقالت مهارات كعاد تفسر في مخلوق يعني حادث. مhm. سفلا أنا أكل التقديم ما كليت. مhm. عندنا الخلق هو نفسه هو مخلوق سبيلي. هذا إيه وطالع. ووحي بعد فساد كذا وقد بيجر فساد وطلقوا بعدي. هذا هو شو أي توسط أو طارت أي نقطة فساد بكم إيش رهدي موقت. وليش عليه مثلاً بدو بس.
فضل خلقنا. إيه. ما دام أثاري كان الله يسوينا أصل كذا لا تقوم به حوادث. وحكى على خلقها حتى يسوان. والمخلوق تأمينه وياه. حوادثتي إليه سبحانه وتعالى. كوكو ميسر. أصل كوي وذا كان كله بس يا محمد. أصل كائن ويكد وكد حيا. وكد حيا. الخلق هو المخلوق. المخلوق انه مفسر المراد مفسر طول حادثه الاتكاك المقدم اللي تقرا التفريق هذا اسمه قوم شيخ شاعري وماتريدي ولا نصب على هذا الوالدين لما كان اكثر حنفيين ماتريدي هذه هدا وحان ربينا ما تنفع فانتان وهي فلسفتنا كليه كادي لا انا عشر كونه سعودان ربا يا لما كان واحد مقدم لما كان اشعري ولا كس هاي 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 عليك لما كان تيكا تيكا بحر كويه هو انا اكبر حنفيتي ما لقيت جابيه نفس الشيء اسكو اصل بكد ولا هي كل اصل جاءها ان الحوادث لا تقوم بالقديم وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث اصل جاء الهي وجود كيس جيتكس محن كسوغينا حدوث الاجسام هاولهم بعد دبا جوغا اصل كاس يدفع لهم بصفاتك تاويل يا لقنجبار يا وحن عقلك كينين يا وحن اسقبين بالوردايا نمن كان هو وحي قبان الخلق والمخلوق عليه تعالى نمن كان دنبي وحي قبان الخلق ليس هو المخلوق وطائفه منعت وحي ديدي قيامه قيام الخلق به بالله سبحانه وتعالى قيامه قيام المخلوق مجمع وح مخلوق اله انه قوم يقبا مجره وحل اسكو هيو وفعل كصفه دي بال اسكو هيا المتعلقه بمشيئه الله وقدرته بال اسكو هيا طائفة منعت قيامه قيام الخلق أي فعل الخلق به بالله سبحانه وتعالى وقال وحين تري لا يقوم به بالله الخلق فعل خلق والتخليق الله ما لها فلا يكون محلا للحوادث فإذا قالوا هدي لهذين قليه أنا سينوي فإذا قالوا يا معي قولي أنا وحي جواب هيان كلابي أشاعر دي بيقول جواب هيان فإذا قالوا هدي لهذين كلابي أشاعر أن الخلق هو المخلوق ولا يقوم به إلهنا كما قم هاي فلأن يجوز إنه بنانادو أن يكون الخلق غير المخلوق ولا يقوم بالله أولى بيدادين ركزوا معد ما فهمت وركا رأيقا ورأي طائفة من المعتزلة مقالة محقبة ورأي طائفة من المعتزلة البصرية قبة وحليه الخلق وحيدا ما إلهكم وقم أيه قديمنا معها وليس الخلق عين المخلوق إذا محيق قبل محيق قد هذا الخلق محيق حيدا الخلق ومعنى قائم لا في محل الله سعونا الخلق ومعنى قائم لا في محل والإرادة ومعنى حادث لا في محل لمن كان والمعتزلة البصرية صداقبة ما فهمت شكرا ما هيك عريان وحيدا إلا إذا الخلق وعين المخلوق وحيدا ووالي فل يوحي كرد شيء اسكم يدمن نقوم كرار لا يمكن عقلا وفطرة إلا إذا الخلق وفعل كيو التخليق أي عين المخلوق حيدا وسرق الماء أنا وحيد لنا هاي الخلق ليس هو المخلوق حال المرء مساسها ما كلا قادين هذا هو أي مخلوق بائن كهاي أضوم ذي وقرنا فعل كتخليق وصفة مؤثرة آثار باكدران لي حوادث باكدران لي يسمي لي حقوق ميسا وحيدا التخليق وفعل قائم لا في محل مفصل محيك عريا أن تقوم الأفعال بالله قيام الحوادث بالله بيك عريا حلو كل مرك الخلق والإرادة وفعل أو معنى قائم لا في محل عكس يسكيهن وحي يسكيهن أولو إتالان إغماء إنا الفانتان رباك لي فلا يكون محلا لحوادثي نفانسية الذي واحد جدام فإذا قالوا إذن كذبت إلى هذين أشاعروا إن الخلق هو المخلوق ولا يقوم بالله أتلى هذين أنا وإن أنتحنه الخلق ليس هو المخلوق
ولا يقوم الخلق بالله أولى بيده أولى وصح ما تم سماه إذن كويري فلك يوحي كده شوائسكم مت يوحات لهذين مخلوق إلهي كمقميات لهذين أنغو إذن نيري خلق يوحي كده شوائي كالدوينه ومخلوقنا واقوني فلكنا واقوني هذا أنه فلك أن ربي كمقم محان بإن يدين هذين أنا قد أنه نوي أضو حاتي لي شيخ طائفتن الخلق هو المخلوق طائفته طائفته هذا نظريه وحيد جواه يعني نظريه شعيك جواه ما يعطي وين قوانين ترتيب شعيك هنا تفهم ترى نظريه الحنفية ما فهمت ورطة هي رق الرعي أشعرنا هي كلها بيرة واتفانتين طائفة صدحات الله بعد عفوا والطائفة إيش والمعتزل البصرية محيلة هذه وذا الدو باب كان لقمتك باب مهم جدا أنا فاهم كيزو هنا الفانتان واللازم ديك المتكلمين في عنقون ميزا طائفة محي كلية ليس المخلوق ليس عين المخلوق خلقي هي مخلوق كالدوي مخلوق قرنا وعيان تنبنان كتشوكتي أو حسن كهالله يو كمدي هاي بنان كتشوكتا فلكي وكدش أو حسن إلهي مكوك ما يامزم ما يالويدي ما يدى إلهي مكوك ما هي ومعنى قائم لا في محل ما يوا شيء جروي ما يوجد وا شيء جره وإلهي مكوك ما يوم حاودي دي لأنه كوك ما لا تقوم به الحوادث وهذا حادث هنا الفانتين بهلا طيب انتوا ايش هذا نظريه ان الفانتين ما ربا كليه مركه لا دود هيان لا دود هي مكا شاعر ما حكوا هذه اذنكم هذا ترى هذه ان الخلق هو المخلوق ولا يقوم به متن او فرس خلق يا مخلوق واسكم مد ايضا سدا تهي خلق يا مخلوق من ربكم وقم هذا ترى هذه فلان يجوز ان بناناده ان يكون الخلق غير المخلوق ولا يقوم بالله أولى ثم ما فهمت مركز يقول سعيل لمر ضمبي طائفة ضمبها قوتنا طائفة ضمبها كذا واسكع دي هاي طائفة ضمبي يا صدحات ومذهب الكرامية مذهب الكرامية والهشامية هشام عند الحكم الرافض الإمامي طائفة ديسي يا كرامية يا غير كود باسد عقبة وحيدا يقول الله نسلم أنه إذا افتقر المخلوق إلا شوح كسويري شبادي أشاعري كلابي نقول بحكة جوابي على أسله صميدا صمري قد أجابهم الناس عن هذا كل قوم بجواب يبين فساد قولهم أي على أسله بانكو قدره نقول بحكة جوابي جواب عنا تأسل كيسة سو كجواب يش بدأ شاعر هذا إيه أهيت معيد هذا الخلق المخلوق حيث إن كان قديما لازم قدم المخلوق وإن كان حادثا احتاج إلى حادث آخر أي خلق آخر وتسلسل بها اللازمي وإن كان قائما بالله وحنقوا إله محل الحوادث شباد ونقول بحوق الجواب على أسله قل يا المركو حيث هذا لا نسلم أنه إذا افتقر المخلوق المنفصل عن الله إلى خلق آخر أن يفتقر ما يقوم به من الخلق إلى خلق آخر وحيد هذين مخلوق كستو رب أبو ريو هدان أقلان إنو خلق يفعل رب أبان ياهي أنصل إنو تامورا ماله لكن أفعاش الرب فالورب إنو فالأبان يا مصر لمن إيدا لأنه واصفات هدان إنصل إني لأن نسلم أنه إذا افتقر المخلوق المنفصل إلى خلقه مخلوق البوم منفصل باع على سوى خلقه ما بان ما مخلوق يا عيني يا شيء من كراجل إله أبوري مجره تاس أن يفتقر ما يقوم به بالله من الخلق إلى خلق آخر فلك المفلق الأبانية أبدا هذا براد كافيري أنا ما كان فلق سمينا يا فلك يا مفلق الأبانية وكزوري ما بان إن أود عليه هاي أمباكلية أمبالو شرط يوم فاعل هاي أود أنا عن ليه لكن فلك يجي أنا وأنا سمي صلاة بنتو كذا مسألة كذا بانيس صلاة بنتو كذا وافل أيه مسألة كلو أيه السمي سو بانيس
هو بارئيسه أريق فاعلك بل يبايا كليه بل يكفي فيه في الخلق وكفلا القدرة والمشيئة. فإنكم إذا جوزتم ضد بنايسين أشاعر وجود الحادث حادث أنه بناي الذي يباين إلهي كقوان مخلوق ربي كقوان ربي أبورك ضد أشاعر وقلاتين وكو أبورك روه بمجرد القدرة والمشيئة فوجود ما لا يباينه وحن ربي كقوان إن لهلو بهما بالقدرة والمشيئة أولى بالجواز ما تسمى هؤلاء وغيرهم يمانعونهم في قيام الحوادث به صدح رضائي فبا يا شعر أجوابت كل حيث كوافقين إلهي شيء حادثك ومقم أيوه ومقبان أيوه ضائف فضل من مركز شبادة خلاصة الجواب محياه نمنك وروحانك وروحي أجوما شاعر نقول في الخلق والمخلوق ما تقولون في الإرادة والمراد نمنك الضنباء الطائفة البصرية المعزلة وحيدة هذين نقول في الخلق أنه معنى قائم لا في محل مخلوق وقديم لهم ما ينو فعل كونه وقديم لهم ما ينو وحان لنا هاي ومعنى قائم لا في محل أنه كعرينا إن إلهي أيكو كنت حوادث يا وحيبات متجددة نمان كوركو ذا إنات قرتين بيلتها وحايي من طائفة وحيلي شيء مخلوق منفصل كعن الله سبحانه وتعالى الحوادث المنفصل المباين عن الله سيد السماوات كي انه كلي دولك يصوم مخلوقات ماها منفصل عن الله ها ما هيكو ابو رنتي وادون كم حاكيني بمجرد قدره الله ومشيئته بكو ابو مترادين ها بمجرد قدره الله ومشيئتي مترادين ها مخلوقات كان ربي ما يكو قوم هيا مايا ما هيكو ابو رمين مجرد المشيئة والقدرة المشيئة والقدرة طيب هذا بقى فعل كان متصل بالله قائما به إنه كهر قاله بالمشيئة والقدرة من باب أولى بين هذه المخلوق المنفصل عن الله ما كهر قاله بالمشيئة والقدرة أمار بهنن تسلسل ما باهنن هذا فعل كرب جاي التخليق يا خلق جاء إنه بمجرد المشيئة والقدرة كه رجله من غير تسلسل أصنوا من باب أولى لما كان تسلسل يكون جوابي تسلسل يكون كجوابين ثم ولزم التسلسل بحكي جوابين ما من مخلوق محبوبا إلا يخلق بمشيئة الله وقدرته من غير تسلسل مخلوق المخلوق لا أوبا أوبا هنوي مخلوق المخلوق لا أوبا هيا أوبا حكوا يقلي بقدرة الله ومشيئته فعل كان خلق يا رب سبحانه وتعالى والصمين لا يحتاج إلى فعل آخر وخلق كلا بل كل فعل يوجد حلوه ليا بمجرد المشيئة والقدرة فقط يوم حيسوك الرجال من باب أولى بكرهات مخلوق إنه كهر قالوا بالقدرة والمشيئة من غير تسلسل هي فعل قائم بالله إياه إنه كهر قالوا من غير تسلسل بمجرد المشيئة وقدرة كهر قالوا كعقل سهلا أو لا الله بقى هل فعل قائم أنت سوجد أن يقول ما كي فعل قائم بسوء ويسوء إياه سبح الله وانه شاعر الدوام يدعو كل حتوى لا تقول حدث صدح الطائفة بقى وأشعر الوجوان أصل كل من الوجوان كون تضم بي تسلسل كان تسلسل الله تسلسل في الآثار تسلسل في آثار سلف كتوضع ويسوس عطاء طائفة الرابعة والسلفية تسلسل كذا يعلمني كيف وكيف أفعاشة أفعاش ربي صفاتك حاجة تفعل فعل الرب أو خلقي أو حلو وصفة قديمة أزلية كلية ساسة كلية ويلا صعكور ويلا صعداء وحروين كجوابان تسلسلك ما وقالاتين إن مخلوقاتك اللي أبوره بصفة من صفات الله يكون قلان إنما أمرنا إذا أراد شيء يقول له كن فيكون فيكون سؤالسكم يقول شيء رب مكبوض أنه أبور محكو أبوره بقدرته ومشيئة من غير تسلسل في القدرة والمشيئة ولا في المخلوقات. إذا سوى ما بقول الله ما بقول دكتي.
marka waxay dhahayaan al khalquna he wa fi'l qadima azali'a marku iimanaya rabbi samaynayna wuxuu ku taluqahay bil qudrati wal mashi'a faqat wahsadu u baahayna majran haqiqa marka ilaa marka waxay dhahayaan fa kullu khalqi yahtaju ila خلق بيسويده هذه سمي داركي الى خلق اخر فليس ها الى خلق اخر الى مخلوق اخر ما كل فعل خلق اي يحتاج الى خلق بك جوابيه مخلوق صم هو بهذه القدره والمشيئه فقط كذلك الخلق يحتاج القدره والمشيئه من غير تسلسل بين هذين لكن مد البحوديدين هي ان فعلك الربيع خلق التخليق او نقضه حادث حادث بو يديدين كله لكن ما كان ذنب قلنا ما ذكر ان منك هراء اكثر حنفيه من مبدا رضوان غير ذنب كجواب عام وي ادو يهين وي ادو يهين لكن اي وحي من ربعين كجوابان فرق ولا ما مش انا بكم فرق اي يدي منك اكثر حنفيه ولا منع القدم الى المخلوق لما كان سمنا اللازم المخلوق انه ونقولها يا ازلي اي نكون وهذا لازم ليس كان يقول يا لازم ولازمين يسا ايو سيسكو جواب مرنا وحيق لازم هو نوت لما ها سيسكو جواب ان فانتم مره باكلي وطائفه وسلفيه منعت وحديدي امتناع التسلسل في الاثار والافعال وقالت انما يمتنع التسلسل في الفاعلين لا في الفعل كما قد بسط في غير هذا الموضع مرك نما خيله ايدكو واد خلنتيني كبا سوقات فعلك انه باه الى فعل قبله الى فعل قبله اذا محاوله وتسلسل محاوله وتسلسل ممتنعه اذا تسلسل باطل ك واتسلسل في المؤثره في المؤثرات والفاعلين اما اتسلسل في الاثار والافعال هذو من جهه الماضي هنا وخلافي هذو من جهه المستقبل هنا ومجمع با وكلها دائم وذلها مروا البول لو كان ميرو كوكلا لو بدلا كيوري كان بايسكو شبهايان اذا ما غو كلمات ربي هذه لو قورو بدو دن لو دغو اذا لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات رب ولو جئنا بمثله مددا وتسلسل كلمات ربي هو اسدبا جوغا افعاش اسدبا جوغتا مخلوقات كو ابور اسدبا جوغا واتسلسل في الاثار والافعال وامتناع كجرا مجرا لا عقلا ولا شرعا بطلانك وحي كجري في الفاعل في الفاعل إن أتراضه إلهي خالق نغن ما حتى يكون قبله خالق آخر آفذ طاسع كتماتا لكن مكان وحيدين واحد سيطن وحكم الجران أفعاش ربي ويقوق ما يسوى صفة كمال لآن تدنوا صفة النقص لكن حق آثار تيضو ومسلو خضوع عيسى إلى قدرة الله ومشيئته وحكمته من مدمرك أفرت مذاب الشيخ شيخ يا شاعر أجواب يسي وحد فانتين وآخر وحد فاهم ويدنا هؤلاء الذين تالا هؤلاء الذين تالا ما طيب فضل مركضوا محي الخلق هو حادث في ذات الله ولا يحتاج إلى خلق آخر طيب فضل هذا الله يدين محي تيورا كقد وين تصدق كجواب يسي وركض خلاصة محمد نقضي الخلق هو حادث في ذات الله لسا مخلوقا كرامية الكرامية الهشامية الرافضية الخلق واحد في ذات الله ولا يحتاج إلى خلق آخر بل يحدث بمشيئته وقدرته أفهمت فارق مرقب الحياة يا حسوق ما ميس حادث في ذات الله ها أوكي مرقى إلهي سبحانه وتعالى وحادثك بمشيئة لازم هذا الدبي فارق الكرامي ذا يشامي ذا الحي يكو هوري ناد فانتان ربا صدح ذا هوري كل أبي يكو ذا كل أبي أشعي الله مبرأة نمي كو حقية حنفية رق الراعية يام عزلي صدح ذا وحي قبان فالك إنه قديم يا أزلي ذاتي وحي بعد لازم نيسا كرامي هشامي ونمي مجسمة الأوران جرايا يا الله بجرايا يو حي قبان فالك وحادث فالكوا حادث بقبال في ذات الله ولا يحتاج إلى خلق آخر وركاسا يا أيه وركوذا كتشرة
ميشن ضنبه وهؤلاء وغيرهم يمانعونهم في قيام الحوادث به إشكال باري غجرة لأنه المس واحد مشهور كأك الرامي يشامي ومعين إلى ذان خلق وفعل يحدث في ذات الله ولا يحتاج إلى خلق آخر صدرت المشبهة مجسمة للإلزامية هذا يقدم بقبان كور إلا مدين هنا وفارق ودحيني مجر هنا فانتين برم ملينيه انت ان كراميك قاني يا شبيوه معي الخلق وفعل حادث في ذات الله ولا يحتاج الى خلق اخر بل يكفي مجرد المشيئه والقدره راي قاسن كراميك قال لك شيخ انت دنبه ويري وهؤلاء وغيرهم يمانعونهم كل ابي وحيد هيان في قيام الحوادث به باحو اشكال كيريس كسعود مركا وما الحديث أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأما الأحاديث الدالة على هذا الأصل التي في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر من أن يحصيها واحد كقوله في الحديث المتفق على صحته عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فقال نعم ماشا معنى مغضبا ربينا ندين شعبان اللوبي ماشا وهؤلاء وغيرهم تاس يوحان إسلاه خطأ بكجرة وأصل عبارة وحيه وغير هؤلاء وغير هؤلاء يمانعونهم وغير هؤلاء وغير هؤلاء يمانعونهم في قيام الحوادث به أما الطائفة الكرامية والخوان يهشامي ويسلم أيان قيام الحوادث ويسلمها يعني. معناها هذا المركز كذا دعيين خطأ ماشى وكجر هذا ماشى وهؤلاء وغيرهم آتي هذا وغير هؤلاء يمانعونهم الصحبة نقول إذا ندريت اللي جاية قاني صدح لا صهراء بحها هي قليها نوي صهراء هي يعني فانتين بنو ماني بارك الله فيك بحها هي لو ظهر وحكاسي ورضاي فيه للدو ذا هي تي للدو ذا هي نعم تفضل. أحسن الله إليكم فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فمن قال أمطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال أمطرنا بنور كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب وفي الصحيحين في حديث الشفاعة يقول كل من أولي العزم ومن الرسل مع آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وقوله في الحديث الصحيح إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان وقوله في الحديث الصحيح إن الله يحدث من أمره ما يشاء وأن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث التجلي المتفق على صحته من غير وجه ويقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفنا فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون وقوله في الحديث المتفق عليه من وجوه متعددة لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن ممن أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فنام تحت شجرة ينتظر الموت فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. نعم بس الذي يذهبين قلب دويت عشر كور صوت رحيان فلاسفه المتكلمين تويك جواب وين أشعرنا إذا هذين وحان إجماعنا لقيك جواب كرمت شروع الرازي نجم الدين القزوين الكاتبين أوجري الإجماع لم حججته في المطالب العقلية هي حديث كان محايدا كبحا سأوش وعاد ودان ريال كونفوريد محاقوب بحي محايد بحي لابا بقر بحي بحي وركوات ودان يا حديثة دليل سمعي محايد ماشي كفانتين
إلهي أقالك أقياي بكماله ونعوت جلاله مكفر حياة فصل فلاس معده مكفر حياة بده مكفر حياة بده متكلم عده ونقص فرح لذا يشعر بالألم يحصل إله وكان زاهية أما ألم كيوه ولها يضو ونقص ومتفق سكتوا وحلوية قنا حي أحد كنول وحلوية قنا شيء وأنا كسر مركو أجاده وكفر حياة هناك بدريمية بطل مسمى إلهي وحيدا علمه علمه بكماله ونعوت جلاله إن ربك هو فيها بالنقائص وقالك وأجي هاي مكفر حياة حديث كنا وحور إلهي سبحانه وتعالى أدون كيسو مركو أطوبات كينو وكفر حياة سيد كدر سوء وكفر حياة أدون كي هشو كفا كتير دمان قاري هشي سي بيه سهلا سي كدر نحقق الجواب السا شبا غين بحنا السقين وسوين هاي أنا سوء إيماننا صحوي جوابت صحيحة لا نثبت ولا ننفي لا نثبت ولا ننفي في باب الأسماء وصفات مقدم مريسان النفي والإثبات كلاهما يحتاجان إلى دليل دليل نفي ودليل إثبات أما شرعيات كما قد جوكتان عدم الدليل هو الدليل عدم الدليل هو الدليل هل هذا الشيء يعني مجرو ما بنانو لما أقول لماذا واحد نص دليل الله هي مجرو وهذا بالنظر للمجتهد هذا تبرت على قهال الله ظن المجتهد بالله المجتهد ممكن أيضا قرآن كبارو حديث كبارو إجماع هو وحكمها يا إنه شيء أو سنشرين لكن مركب باب الأسماء والصفات وقتو إلهي كهال الله يسوه النفي والإثبات يحتاج إلى الدليل إلهي سبحانه وتعالى إنه كفر علمه بكماله ونعوت جلاله وكفر ويدعي كرتا إنه ينكفر إنه ويدعي كرتا سجد دواء محي وقضية من الجائزات العقلية ما يجوز عقلا نحتاج في الحكم بوقوعه إلى دليل سمعي من أسفل أنه يوضع دار ما جاز عقلا نحتاج في الحكم بوقوعه وثبوته في الخارج إلى دليل نقلي سمعي ها؟ هل تن مسألة كما الله يا مسألة فرحة طوبة عبد كما الله حنقال الله يأتي تيابا قال الله يا كمال كي الشيئين العلم بالكمال وأنسبنا إلى ته نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقوله في الحديث الصحيح يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة وقوله في حديث الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة وهو حديث أبي هريرة الذي يقول الله تعالى فيه أولست قد وطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي وطيت فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة وفي حديث ابن مسعود وهو حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله يا ابن آدم أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها فيقول أي ربي أتستهزئ بي وأنت رب العالمين وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسألون مما ضحكت فقالوا لما ضحكت فقال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فيقول إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر وفي حديث أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب فقال له أبو رزين أو يضحك الرب قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قيل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. وقوله في الحديث الصحيح حديث الأنصاري الذي أضاف رجلا وآثره على نفسه وأهله، فلما أصبح الرجل وغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد ضحك الله الليلة، أو قال عجبا من فعالكما أو قال من أفعالكما الليلة. وأنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تأملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي الصحيح عنه أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي الصحيحين عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في أصحابه إذ جاءه ثلاثة نفر، فأما رجل فرأى في الحلقة فرجة فجلس فيها، وأما رجل فجلس خلفهم، وأما رجل فانطلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن هؤلاء النفر؟ أما الرجل الذي جلس في الحلقة فرجل آوى إلى الله فآواه الله، وأما الرجل الذي جلس في خلف الحلقة فاستحيا الله منه، وأما الرجل الذي انطلق فأعرض الله عنه. وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وفي الصحيحين عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي الصحيح عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة إنا لنكره الموت، قال ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت يبشر برضوان الله وكرامته، فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وسخطه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. وفي الصحيحين عن أنس قال أنزل علينا ثم كان من المنسوخ أبلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وفي حديث عمرو بن مالك الرؤاسي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ارض عني، قال فأعرض عني ثلاثة، فقلت يا رسول الله إن الرب لا يرضى فيرضى فرض عني فرضي عني. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، وقال اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله،
وفي صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي رواية سبقت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتراقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس سياحين في الأرض، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيجيئون حتى يحفوا بهم إلى السماء الدنيا. قال: فيقول الله: أي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ قال: فيقولون: تركناهم يحمدونك ويسبحونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد تحميدا وأشد ذكرا. فيقول: فأي شيء يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنة. قال: فيقول: فهل رأوها؟ فيقولون: لا. قال: فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: فيقولون: لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا. قال: فيقول: من أي شيء يتعوذون؟ قال: فيقولون: يتعوذون من النار. قال: فيقول: هل رأوها؟ قال: فيقولون: لا. قال: فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها تعوذا وأشد منها هربا. قال: فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: فيقولون: إن فيهم فلانا الخطاء لم يردهم، إنما جاء في حاجة. قال: فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدنو أحدكم من ربه حتى ليقفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا ربي. فيقرره، ثم يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته وهو قوله تعالى: ها أمقرأ كتابيه. وأما الكفار والمنافقون فينادون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه يقول قولا ثم يقول العبد ثم يقول رب تعالى قولا آخر. نعم. بارك الله فيك. هذا الليل رواد قيمة بذنب وشيخ وكسوها الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه حال الشجائن وصحيان كحفظتنا، خاصة الجمع الحميدي، الجمع بين الصحيحين الحميدي شيخه متون الصحيحين تشو كهي كتاب كاسون حفظتنا كالفاتحة، الجمع بين الصحيحين الحميدي عبد الله الحميدي سنن كان شبه الحفظ بكوءها وهو بعضه كان يستحضره صدرت حديث عن ركواء أبو سوسي داية وباب كقصاب سن إلهي سبحانه وتعالى إنه فلسطين رحمة غضب رد إعطاء أجيب الدعاء أجيبه فرح لقو فرح الشيء أدون سميه ووقت معين له والمؤقت بظرف معين
لا يكون أبدا أزليا إطلاقا بقضية هذا كجب جبي. فأخبر سبحانه أنه يقول قولا ثم يقول العبد قولا ثم يقول رب قولا آخر. إذن أدلة مقتصة هيان إله سبحانه وتعالى له أفعال من أوصاف كماله تتعلق بمشيئته وقدرته، يفعل إذا شاء ويترك إذا شاء، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ووقت له وحد وزمن له وظرف له. تاسنا ما كان يسو إن إله سبحانه وتعالى يكون تعلق ذو مخلوقات يا عيان بائن عنه، وإنما وحوح ماشي يمد وأفعال يا أوصاف، والفعل تابع لفاعله والوصف وبحسب الموصوف. فإن كان قديما فالفعل قديم مرك الغفر أسل كيس حقا متجدك سي أحدنا بحكمة الله ومشيئته وقدرته وكنت على قيسا حلو قدونه سمينا يا فاعلك يحيقنا وأحد كحلو قدونه وحسمية حلو قدونه تجيو بناء على الحكمة والغرض الصحيح، أما الحكمة والغاية الحميدة بحسب الله. أما إنه هذا المخلوقات نهاي فاعل يحيب النهاية وحن سمينا وحن دون بحسب الحاجة والمصلحة والمنفعة والضر والنفع، اللي أنه حال يجي ما من فاعل إلا ويفعل لداع، ما من فاعل إلا ويفعل لداع، والداعي إما داعي حكمة وإما داعي حاجة. دواعي الحاجة وللمخلوقات، ودواعي الحكمة وللخالق رب العالمين. درس قال الله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله.